بالأجواء في الكلية بظهر لي ما عرفش كما توقعتها ولا لا، معناها اللي استنيت لقيته ولا العلاقة مع الجمهور خاصة نحكيو من الأول. العلاقة مع الجوارات كما توقعتها، خاطر فما برشا نعرفهم ديجا اللي من ليكيب ناسيونال قبل، ولا اللي ديجا وقتها فما معناها رامي البدوي من سوسة، فما علي العمري، فما معناها نلعبوا ضد بعضنا ديما ونعرفوا بعضنا وكل شيء، لكن اللي ما توقعتوش اللي هو الجمهور، خاطر باللي حكاو لي وباللي حطيت في مخي ساعات نسمع جوارات تحكي يقول مثلا رو إحساس، نقول ساعات يبان شي بالغ ولا شعبوية ولا، لكن بالحق حاجة ما تفهمها إلا ما تعيشها، معناها سيتان فينومين، حاجة ماهيش تحسها ماهيش طبيعية، والكلام هذا معناها مانيش اللي نضرب في اللغة لا حتى شيء. مش عايش ديجا خرجت أنت. أنا خرجت ومشيت على روحي، لكن هذه حاجة معناها فهمت تتحس. شنو مثلا حاجات ملموسة مثلا، شنو فيش جمهور الكلوب يفرق على فرق أخرى مثلا؟ حاجات ملموسة مثلا بريباراسيون في جويلية. لوتر مو الاربعة والخمسة نطلع شيء سخانة 6000 والبارك يملو ويفرق. هذه حاجات في كل جمعية تلقى عباد مغرومة، ولكن ساعات رجال كبار كل تريتي يجوا يتفرجوا كل والبارك الكل نتصور ينجموا يتعبوا، لكن مش بالكافية ذيك تلقى 2000 3000 يتفرجوا في اللونتر مو ويبدأوا يشوفوا كل، فهمت؟ ساعات حتى ماجد ابليكاسيون تمركبون يقولوا لي فهمت، فما حاجات فما مثلا فما ماتش اللي قبله ماتش اللي نكس هذاك اللي خرجنا فيه من الكاف، يعني الماتش هذاك مضروب ما لعبتش اول ربي والمعبود، الماتش اللي نرجع به اللي هو بعد الماتش هذاك بالضبط، تصور انت خارجين من الكاف وفي راد سمع سليمان وانت لا عندك لاصق وفي راد يعني مع اصحابي تحمل المسؤوليه، يعني ما لعبتش وكي اما مع اصحابي، خاطر هما كي يشوفوك في الشارع حتى تبدا لابس شعر النادي الفريقي ما يرحموكش، خاطر يبداو عباد مغلغله متغش على اعصابه. هو الماتش هذاك صدمه كبيره كانت، وربي والمعبود نرجع الماتش اللي بعده بالضبط في رادس مع سليمان. اي انا قلت يعني استنى فينا قايله نغير اليوم والله العظيم، هبطنا شويه باللي شوف ماو الحقيقه بداو شويه سبانك او شويه دبابز وكل، الربي ترزف تقول زيت عبيد وحطيت عبيد ولا يشجعوا فينا ويغني ويدزوا ماتش كامل فسخ وعاود من جديد، ربحنا واحده بلاش مانيش انا قلت لي عاد معناها يتغشش عليك يجيك للانترمو يسبك في الفيسبوك يا ما كي زفر لاربيترك 90 دقيقة ما لوحكش يدز معاك يغني حتى تبدأ خاسر ولا متعادلين للدقيقة للي يزفر لاربيتر، ومن بعد من حقهم باش ينتقدوا ولا باش يتغشوا ولا باش. وفي الشارع كيفاش تتعامل مع الجمهور؟ في الشارع خويا سا ديبون ريزولتا، انت والماتش كي رابح كي رابح راك وين تمشي يا خويا صحة جماعية ولعبت تتصور معاك معناها وتبدا كفرحانين لعبيت شيخين حتى ماتش نيكال هذه زاد معناها، وكان تبدا خاسر خويا تبدا تخبي الحقيقه، خاطر باش يشوفك واحد كيما قلت لك حتى ماتش تبدا ما لعبتوش هو معناها تلمو يحس بالقهر ولا بالحاجه، وهذه زاد حاجه باهيه اعطيه واحد يفرق فيه غير صحيت، هذه زاد حاجه باهيه خاطر الناس كلنا نبداو مع بعضنا فماش هذا لعب وهذا غلط وهذا اوكي في الفيسبوك ساعات يتشد واحد زوز وكل، لكن كي يجوا للبارك ولا في الستاد باش تسب الناس كل باهي. شنو صار عمنا ولا عامر كنتو اشتري السيزون ماشيين في ثنية باهية مع سعيد السايبي نتائج ممتازة كانت حتى المستوى الفريق كان يفرج الحق، بون خرجت حكيت الشوط الاول الشوط الثاني هذيك، لكن بعد لعاد للشوط الاول للشوط الثاني نتائج قول هزيت فريق وحطيت فريق. اي الحقيقة عملنا بداية ممتازة والعباد معنا ديجا كي شافت الروندمون هذاك وقال طمعت في الكاف وطمعت في كل شيء، خاطر الحقيقة بدينا من الاول معناها مستوى باهي وكل ماتش نزيدو نتحسنوا، وحتى العباد وقت بالستاتيستيك وكل شيء تقول معناها الفرص اللي نعملوهم كل شيء، دونك عملنا وقت ويت ولا نوف فيكتور دو سويت وشدينا ثنية معناها وكل معناها كل ماتش نفضل درجين ربع ساعة لا تقدر ربحين اثنين بلاش وكل شيء، دونك الأمور كانت هانية. من بعد كي تعثرنا في ماتش ولا زوز ماتش ويت واحد في الأفريق، ومن بعد خسرنا ماتش الملعب التونسي كليت فيه العصا انا ذاك علاش نسيت انا وقتها ملي كنت على البنك والريزلتا وقتها 1-1 وكهبطتني تاع تمرك البوت ذاك كانت النقطه اللي فيضت الكيس كيما نقولوا شويه باش تنحى الانترنور تنحى سي سعيد السايبي، ومن بعد جبنا انترنور اخر، ومن بعد كثار في ساعات زاد كي تبدا الامور به ربح يجيب الربح ولا تبدا لعبه شيخه وزاهيه، وكي تصير نكسه ولا حاجه ساعات تعكر الجو،
تبدا فهمت العباد على الاعصاب التونسيون تطلع فهمت حتى الفلوس تنقص خاطر فهمت مربوطه ببعضها الامور بالنتائج فهمت مع تزيد تغير المدرب مع فهمت شويه مثلا ما عادش روتيرف شهريه دونك كله ينجم يعمل مشاكل فهمت فماش حاجه معينه باهي برشا كلام تقال على كافالي في الفتره هذيك شنو صار معناها كيفاش معناتها حسيتوا انتم مدرب معناتها قولوا بعيد على المستوى هو ما حدا عنده سي في محترم جدا معناتها شنو حسيتوا في التدريبات معاه حقيقه ما نجمش نقيم انا مدرب خاطر هو ديجا اسمه اللي اسمه مدرب اللي مازلت لاعب كره قدم دونك ما نجمش نقيمه ينجم يكون هو عنده فلسفه كيكه كان نجح بها لهنا معناها مثلا شنو هي الفلسفه فما حاجات معناتها مش مستانسين بهم انتم كان لاعبيه صاروا معناها كيما ما نلعبوش ماتش اميكال ضد فريق ثاني نلعبوا كان ضد بعضنا فهمت مثلا ديما كل شيء بالكوره ما فماش برشا جري وكل معناها حتى كل الخنقه وكل ما ديما كوره كاريات كل شيء دونك ينجم يكون هو عنده فلسفه كيك والا هو ما عرفش يعني يقول لك هما حاضرين ديجا والا فهمت. الله اعلم هو شنو قال لهم انا ما نجمش نقيمه الحقيقه ما صبروش عليه المسؤوليه دونك معناها بعد بشهر شهر وجمعتين تم تغيير كانت هذه كان معناتها النقطه اللي خلات الكلوب ماشيه في ثنيه ولا في ثنيه اخرى ولا ليه؟ تصور ليه ما نصورش خاطر معناها ديجا هو جا جديد وقتها فهمت معناها قلت لك بيتيتر زاد عنده دخل خاطر وقتها هو كي جا المشكله في ديسمبر جينيرالمون في ديسمبر تنجم تعاود تعمل بريباراسيون تنجم تعمل دي ماتش اميكو البطوله واقفه وقتها كوب دافريك دونك الفتره اللي كنا نجموا على الاقل احنا نتنعشوا فيها نفيق ونصلحوا النقائص نتاعنا ناخذوا ريتم هكا دي ماتش اميكو كل شيء تعدى بها هو ما لعبناش كلك ماتش هكا اميكو كذا بعد كي باش نبدلوه ديجا الشامبيون رجعت دونك كلية شدت اختها فهمت منذ الكبار كيف كيف شات معاها زاد هو قلت لك ترى ساعات كي تبدا الامور مش ماشيه معناها ما عادش يولي مشكل مدرب توك لاحظت انت نفس الجوارات لعبوا تسع ماتشات ربحوهم على بعض نفس الجوريت من بعد ما تنجمش تكون اليوم باهي غدوه تولي ما تعرفش تلعب ولا ما تنجمش انت اليوم في المستوى غدوه يتيح لك المستوى باش تفسروا هذا فسروا حاجات ذهنيه امور نفسيه والحقيقه ترى احنا ساعات فما حاجات راهو ما تفهمهمش راهو معناها كوره تولي تزيد تعكس في الفستير نبدا نخزر بعضنا نقول اش فما اش صاير اش بينا معناها خلينا نلموا رواحنا خلينا نفيقوا خلينا العباد معناها محروقه العباد متغشه كذا فهمت دونك زادت الخرجه نتاع الكاف هذيك زادت وردت الناس كل خاطر معناها العباد كانت معامله على الكاف ومعامله دونك سورتو معايا كيف عطيناها في بلادها ثلاثه احنا فهمت هذيك كانت شنو صار الماتش هذاك؟ والله العظيم استسهلتوه مش استسهلناه بتتر ما تصورش احنا استسهلناه راهو خاطر بجوالات معناها ما شاء الله تطلع في نادي الفريق نجم تستسهل معناها وحتى كان انت باش تلعب هذاك مرخوف باش تسمع الجمهور هذاك باش تسمع العباد طيب باش تكبس من غير ما تشعر نجم تستسهل لا ما نعرفش الحقيقة قلت لك فما حاجات فنية بتاتر ما نعرفش فهمت خطر الماتش هذاك ما نعرفش والله صاروا أخطاء في اليشوا متاع الملعبية ولا حاجة لا ما نتصورش خطر اون بليس مستوى متقرب فهمت مش متقارب لازم مستوى متاعنا احنا مش متقارب مستوى متاعنا لا مستوى جوالتنا احنا خايب الكلوب والكيب الاخر لا لا نحكي لك على جوالتنا احنا متقارب دو تيل فاسون مش هكا اللي باش يغيب جوار يا بجوار باش تحس فرق ولا واحد كان ما نعرفش يعني يجيب في الصيد من وضنه معناها مستوى متقارب فما واحد تلقاه ماخذ اكثر نسق المباريات والا المدرب يشوفه في الماتش هذاك مناسب لاخر ليه معناها حتى كي باش يبدل الانترونور جوارات تصورش ياثر فهمت ما بار كونتر بالكش الوقفه خاطر وقتها نحن نلعب 4 3 3 الماتش هذاك لعبنا بدوز اتاكون 4 4 2 دونك تصور هذيك بتترك فهمت قلقتكم شويه ولا باهي خلينا نسال على